قراءتنا في أبرز الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الجنوبية نبدأها من الأرجنتين، حيث أفادت كلارين بأن المعارضة البرلمانية لا تزال منقسمة بشأن تأجيل موعد الانتخابات التمهيدية للتشريعية المقررة إجراؤها في غشت المقبل بسبب وباء كورونا. الصحيفة أضافت أن حركة معاً من أجل التغيير بقيادة الرئيس السابق موريسيو ماكري لم تتمكن من التوصل إلى توافق حول اقتراح الحكومة إرجاء الانتخابات التمهيدية لمدة شهر. وفي البرازيل توقفت أوغلوبو عند تصريحات للرئيس جير بولسونارو حذر فيها من الإجراءات التقييدية التي اتخذها حكام الولايات ورؤساء البلديات للحد من تفشي جائحة كورونا، واعتبر أن سياسة الإغلاق التام تضع البلاد في مواجهة مشاكل اجتماعية خطيرة وشيكة. الصحيفة لفتت إلى أن تصريحات بولسونارو تأتي بعد موافقة المحكمة العليا على قرار مجلس الشيوخ تشكيل لجنة للتحقيق في إهمال مزعوم من جانب الحكومة في مكافحة الوباء. وإلى بيرو، أون البيروفية التي كتبت أن زعيمة حزب القوى الشعبية كيكو فيجوموري أشارت إلى أنها ستركز في حملتها للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على حمل رسالة أمل إلى البيروفيين. الصحيفة أضافت أن فيجوموري اعتبرت أن منافسها بيدرو كاسيو يشكل خيارا مخالفا تماما لخياراتها ويثير فرضية الكراهية والمواجهة. وننهي قراءتنا من كولومبيا، حيث أفادت التيمبو بأن بوغوطا اتهمت نظام نيكولاس مادورو بصرف انتباه المجتمع الدولي عن تواطئه مع مهرب المخدرات، كما حملته مسؤولية الأزمة الإنسانية في المنطقة الحدودية والتي دفعت نحو 6,000 شخص إلى اللجوء إلى كولومبيا هربا من الاشتباكات الدائرة على الحدود، تضيف الصحيفة.